سحب الدخان التي أصبحت تغطي كل صيف عددًا من ولايات الجزائر جراء اندلاع الحرائق في الغابات باتت تهدد ثروتنا الغابية، فألسنة اللهب تلتهم الأخضر واليابس، وفرق الإطفاء تصل الليل بالنهار محاولة إخماد الحرائق الهائلة، إلا أن المهمة جد شاقة، ويبدو أنها تفوق قدرات من يتصدى لها. مساحات شاسعة من غابات تيارت، أولمدية، وبجاية، وجيجل، وباتنا التهمتها النيران، وذكرت بعض التقارير الصحفية أن ألسنة اللهب تسببت منذ بداية شهر جوان المنصرم في التفوق على أزيد من 8000 هكتار. أرقام صادمة توضح حجم الخسائر الكارثية التي تشهدها الجزائر. وصرح الوزير الأول بأن هذه العمليات ناجمة عن فعل الإنسان وتعامله الغير سوي مع البيئة، فأكثر الأسباب وأخطرها في العديد من أكبر الحرائق التي تشهدها الجزائر حالياً يرجع إلى تعامل الإنسان مع البيئة، كما تتهم جهات عديدة عصابات الفحم على افتعال الحرائق خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، أين يزداد الطلب على مادة الفحم.